الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الآباء الأفاضل والإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكر للأهل هذه الاستضافة الكريمة وهذا الاستقبال الطيب، وهذه يعني المحرية إن شاء الله سبحانه وتعالى فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده معصوما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهديين وأن يهدي بنا. هذه الآية العظيمة يا أخواننا هي تختصر رحلة الحياة، تختصر رحلة الحياة، لأنه يا أخواننا كما تعلمون جميعا الحياة دي عبارة عن اختبار وامتحان. ربنا سبحانه وتعالى قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. ليش شنو؟ ربنا قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا، ربنا قال، العلماء قالوا، ما ربنا قال أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وربنا سبحانه وتعالى قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فلا بد يا أخوانا الإنسان ينتبه، ولا بد الإنسان يعلم، لأن أخوانا الدنيا دي ما فيها حياتين. ربنا سبحانه وتعالى قال في خواتيم سورة المؤمنون: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. طيب، دار ترجع ليه؟ دار تشتغل، دار تزرع، دار تتزوج، دار تقرأ، دار تسوي شنو؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل ربنا سبحانه وتعالى بديه سنة، بديه شهر يرجع وتاني يجي؟ هل ربنا سبحانه وتعالى بديه ركعتين صلين ويجي راجع؟ هل ربنا سبحانه وتعالى حيديه فرصة يصدق بجنيه؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن يبين لك الحكمة ويبين لك الهدف من خلق الناس. ربنا عز وجل قال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار. كأن الناس كلهم واقعين في النار، لكن برحمة الله ربنا في ناس بيزحزحهم ويمرقهم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عشان كده يا أخواننا من أعظم أسباب الهداية إنه الإنسان يفتح قلبه لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم الضلالة والورطات اللي بتقع للناس إنه زول يعارض كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام الناس.
أو فلان ده كلام ده ما عجبه، أو الكلام ده ده أول مرة نسمع به، أو الكلام ده ده كلام عجيب. ده أخواننا سبب الضلال. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك مشهد من الآخرة، قال ويوم يعض الظالم على يديه في سورة الفرقان. ربنا أداك مشهد الآخرة دي ما فيها مشاهد كثيرة. من المشاهد ربنا عز وجل قال ويوم يعض الظالم على يديه، بياكل يده لغاية المرفق، حل الوضو هنا بياكله. وهنا الإنسان لما يتحسر في الدنيا بيقوم يعمل شنو؟ بيقوم بيعض أصبعه. ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، يا ريت، يتمنى. والتمني هنا في الدنيا، لكن في الآخرة ما بينفع. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يقول يا ريت لو باريت طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال المنطقي الخلاك ما تتابع النبي عليه الصلاة والسلام شنو؟ ده ما سؤال. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، السؤال لماذا لم تتخذ مع الرسول سبيلا؟ الكلام ده كل يوم القيامة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يوم تبلى شنو؟ السرائر، السرائر دي النفوس جوا بتتفتش يوم القيامة. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ريتني ما صاحبت فلان الفلاني. وفلان الفلاني ده قال له يا زول الكلام ده ما تسمعه، وهو بيسمع في القرآن وبيسمع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفلان بيقول له يا زول كلام ده خليه منك بعيد. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أضلني عن الذكر يعني صداني عن القرآن، بدل ما أسمع الآيات وأقول كلام الله فوق راسي بقيت أتلولو على كلام الله أبى أسمع. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ربنا قال وكان الشيطان للإنسان خذولا، الشيطان بيخذل الإنسان. ربنا قال وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما معنى اتخذوا القرآن مهجورا؟ قال العلماء من هجر القرآن ترك قراءته وتلاوته، ومن ذلك أيضا ترك العمل به واتباع ما فيه وترك سماعه والانقياد لهذا القرآن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الشكوى كما قال العلماء، قالوا دي شكية من الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الناس، الرسول بيشكوم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عشان كده يا أخواننا الزول لو داير يفلح في الدنيا والآخرة لا يمكن أن يفلح بغير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكبر قضية ناقش القرآن هي قضية التوحيد. ربنا سبحانه وتعالى قال في فواتح سورة هود ألف لام راء كتاب، أي هذا القرآن، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يعني الآيات أحكمت وفصلت من الله الحكيم. الحكيم
أي الذي يضع الأمور في مكانها، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. طيب لماذا فصلت آيات القرآن وأحكمت آيات القرآن؟ ربنا قال ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير حتى لا يعبد الناس إلا الله سبحانه وتعالى. طيب ما هي فضائل التوحيد؟ لو الإنسان خلى عقيدته في الله براو، الثمرات اللي بيجنيها شنو؟ وما هي المخازي والمشكلة للإنسان اللي بيقع في الشرك؟ من فضائل التوحيد أولا أن به دخول الإسلام، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس، حديث الناس كلهم يحفظه. أولا قال شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناه العبادة دي حقت الله وما بيستحقها إلا الله. الزول بالتوحيد بيدخل الإسلام، وأن بالتوحيد دخول الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فالتوحيد سبب في دخول الجنة، التوحيد سبب في إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب. ربنا عز وجل قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. التوحيد أيضا من الأدلة على إنه بيغفر الذنوب حديث الإمام الترمذي من رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، حديث قدسي. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني، أي يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما دام الزول بيدعو الله وإذا وقع في معصية بيستغفر الله، ربنا قال بيغفر لك ولا يبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، السحاب فوق، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وده الشرط. يعني زول لو جاب ذنوب كثيرة ومات ولاقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، الشرط شنو؟ يلاقي الله كيف؟ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. من فضائل التوحيد أن من مات عليه يدخل الجنة، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله شنو؟ دخل الجنة. طيب من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله معناه شنو؟ معناه يا أخواننا زول في الدنيا هنا عود نفسه على إن أموره كلها عند الله، بيموت على العقيدة دي بيخش الجنة، وده معنى لا إله إلا الله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، النبي عليه الصلاة والسلام صعد
جبل الصفا ونادى في الناس، ناس مكة كلهم، قال وا صباحا وا صباحا، اتلموا، ناداهم اتلموا. قال لو قلت لكم أن جيشا وراء هذا الجبل مصبحكم أو ممسيكم، يعني حيغزوكم بالصباح ولا بالليل، أكنتم مصدقي؟ لو قلت لكم في جيشنا داري غير عليكم بتصدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وذيل يا أخواننا كانوا بيفهموا اللغة العربية، معنى لا إله إلا الله معناه ما بيستحق العبادة إلا الله. ربنا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لما سمعوا الكلام ده قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ جعل الآلهة إلها واحدة كيف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم يا ناس أهل مكة، اللات وهبل ومنات ديل ما عندهم مع الله حاجة، ما بيدوكم حاجة، ما بيغيثوكم. قاموا استغربوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وربنا عز وجل قال عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. ربنا قال بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقو العذاب الأليم. فالعرب زمان كانوا فاهمين إنه لا إله إلا الله معناه العبادة دي حق طلب راو، والكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وقالوا، حديث معاذ بن جبل رواه البخاري ومسلم، كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ ابن جبل فقلت لبيك رسول الله وسعديك، قال أو تدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد تعرفوا شنو؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال أو تدري ما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ده حق الله. الليلة مثلا الميكروفون اللي بتكلم به ده، لو جاء صاحب الميكروفون سيد الساوند قال لي يا زول جيب الميكروفون، الميكروفون ده ما حقك، ما في شيء بزعلني، ما في حاجة بزعلني. ليه؟ لأنه ده ما حقي. العبادة دي حقت الله. لما تقول فلان من الناس ما بيستحق العبادة ما المفروض زول يزعل؟ ليه؟ لأنه العبادة حقت الله. عشان كده يا أخواننا ربنا يوم القيامة بيجيب عيسى ابن مريم، النصارى عبدوه، النصارى اللي بيلبسوا الصليب ديل بيندهوا عيسى في الشدائد وكده ويتوكلوا عليه ويقولوا هو بنجينا يوم القيامة وبنجينا في الكرب. ربنا قال في آخر صفحة من سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، ده برضو من مشاهد الآخرة، أأنت، وده أخواننا لواحد من أولي العزم الخمسة من الرسل من أهل الجنة من سادات أهل الجنة، ونحن مساكين ما عارفين روحنا ماشيين وين. ربنا قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ده نبي كريم رسول، ربنا قال له انت قلت للناس سووني أنا وأمي إلهين من دون الله، قال شنو؟ قال سبحانك
تنزيها لله. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. أنا ده ما حقي، العبادة دي حق الله. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كلام مجية. هنا الناس في الدنيا عاملين جماعات وأحزاب وطرق، وده كله يا أخواننا يوم القيامة بيزول. ربنا سبحانه وتعالى قال ويوم نحشرهم جميعا، ده ما يوم الحق. ربنا قال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. وربنا قال في سورة عم قال شنو؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. بين الناس في الدنيا ده كله بيتقطع، ما تشوف الشغلة دي، والله بيتقطع كله. عشان كده أمسك في النجيضة، من هنا نجد شغلتك. ربنا سبحانه وتعالى قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم، فرّقنا بيناتهم. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. بنط منه في الدنيا هنا، أفتح الرادي قال لي بقبة اللبنية أكتب لي حجاب من راسي لكرعية. يا زول انت الله ما بكفيك، ده حجاب ولا برول ده؟ قال من راسي لكرعية، ده في الدنيا. لكن يوم القيامة بيتورط. ربنا قال فزيّلنا بينهم، قطعنا العلاقات، كل المعارف دي ربنا بقطعها. وقال شركاؤهم، ده الزول اللي قال له ناديني أنا بلحقك. ربنا قال وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. أنا ما كنت عارفك قاعد تدعوني. ربنا قال هنالك تبلو كل نفس بما كسبت وردوا إلى الله مولاهم الحق إلى آخر الآيات. بيرجع لربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه مخلوق زيك. ربنا عز وجل قال ويوم نحشرهم جميعا. أسمع القرآن، القرآن ده لما ينزل على القلب، القلب بيخشع ويغين في الله بيزيد. ربنا عز وجل قال ويوم نحشرهم جميعا، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم، يعني الدفاع الكلام اللي بيدافعوا به عن نفسهم، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وهو في الدنيا هنا بعدين شوف كلامه ذاته كيف. ربنا لما سأله جواب نجيض، قال لي الله والله ربنا، حلف بالله حليفة مجية. وهنا في الدنيا حليفته كانت تعبانة، يا أخي جايبين في الجريدة القاضي جاب الزول، انت سرقت؟ قال لي والله ما سرقت، احلف في المصحف. حلف عادي. والدخو قال لهم عمي ده بس خلوه علينا، انا احكي لك ليه بيان الشيخ الفلاني ما داري نجيب اسمه. قام عمل له كده، قال له حوطك بالشيخ، سرقته ولا ما سرقته؟ قال له وحات ابويا الشيخ سرقته. قال لي شوف الكلام ده كيف، لانه ده بيعتقد انه ربنا بيمهله. يقول لك المصحف بتاع الحكومه يا زول، يقول لك كتاب الحكومه اللي راقد ده دقه ساي ما بيجيك حاجه، لكن اوعك من الشيخ، اوعك من الشيخ. يا اخواننا شوف الشغله دي كيف، في الدنيا بيعمل كده
بعدين هناك يوم القيامة ربنا قال والله ربنا ما كنا مشركين. ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ولو ترى إذ وقفوا على النار. دي مشاهد صعبة والله والأخوان ما بنقدر عليها، أخيرنا نجد شغلتنا منها سي. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ربنا قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، لو رجعناهم الدنيا تاني بيحصل شنو؟ لعادوا لما نهوا عنه. ربنا قال وإنهم لكاذبون. مشهد ثالث في سورة الأعراف، ربنا قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أي من العذاب. يعني ربنا قال اللي بيكذبوا بآيات الله ديل ربنا بعذبهم. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، ملائكة الموت لما انتهي تتوفاك والزمن داك ما بينفعك أي أحد، ما بينفعك أي أحد. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، سيد أهل الجنة عليه الصلاة والسلام، لما جاء ونزل به الموت أخذ ركوة كورة يعني من ماء فجعل يدخل يده ويمسح بها على وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. في زول بيقيف معك؟ ما في والله، نجد شغلتك، الشغلة خليها مكربة. ربنا عز وجل قال حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. ديل الملائكة الجماعة ما في شين، ناس الطريقة ما في شين، الدينا وبياض ما فيش، كلهم ما في شيء، في الملائكة بس. قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. الآية دي يا أخواننا واضحة ولا ما واضحة؟ والله أوضح من الشمس. وينهم الكتب تدعون مع الله؟ قالوا ضلوا عنا، ما شايفينهم والله، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ده القرآن. ربنا الآية البعدية طوالي قال قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. أي أمة تخش يلقوا الناس اللي قدامهم يلعنهم. حتى إذا اداركوا فيها جميعا لغاية ما الأمة الأخيرة تدرك، يعني لغاية ما تحصلها تصلها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، الأول وحدين ورطوهم، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. يا الله ده ورطني ما قبل الآيات اللي بدينا بها. قال يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. شوف الآية دي زي دي، ها هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. يا الله دبل لهم لأنه ديل ورطونا. ربنا قال قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، انتوا الغرام ما جاكم، الآيات واضحة، فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل كان قاعد في دفن جنازة، قاعدين يحفروا في القبر، بقى يكلم الناس عن الزول الكويس كيف والكعب كيف، ورى قال الزول الكعب لما يمسكوا روحه الملائكة تطلع بها فوق السماء، بيقولوا لمن هذه الروح الخبيثة، لأنها روح روح كانت في الدنيا في الظلم والشرك بالله سبحانه وتعالى، فيقال لفلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فينادي منادي من السماء أن ترجع هذه الروح إلى سجين. فلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تفتح لهم أبواب السماء.
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل من سم الخياط، لغاية ما الناقة تمرق بقد الإبرة وتمشي بغادي ديل بعد ذاك ممكن يخشوا الجنة، ما في طريقة. وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد. المهاد ده المرتبة، ده سرير الشافع اسمه مهاد. ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. عشان كده يا اخواننا اكثر قضيه ربنا ناقشها قضيه التوحيد، وما صعبه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال، يقول الله عز وجل، الحديث في صحيح مسلم، يقول الله عز وجل لاهون اهل النار عذابا، اقل زول من اهل النار ربنا بكلمه بيقول له، قال لو أن لك الدنيا ومثلها معها. الدنيا دي فيها الأولاد، فيها النسوان مرتك، فيها الأولاد، فيها الأهل، فيها القبيلة كلها، أكنت مفتديا بها من النار؟ كنت بتدفع عشان نمرقك من النار؟ فيقول أي يا رب، ولا والله أدفع طوالي. فيقول الله عز وجل لقد أردت منك أهون من ذلك وأنت في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. الشرك ده شنو؟ الخطر وجات فيه الآيات دي. الشرك العلماء قالوا في اللغة من الضم والخلط والجزء والنصيب، نفرين. ولك السنة دي أنا زارع أنا وأخوي، معناه أنا دفعت قروش ودفع قروش وضمينا القروش دي مع بعض، وبعد ذاك عندنا نسبة معينة، ده الشرك. عبادة الله لما تصرف للمخلوق هذا هو الشرك بالله. حق الله لما يدوا لعبد الله ده الشرك بالله. والشرك يا اخواننا مفاسده كثيرة. أول حاجة ربنا ما بيغفر لصاحبه، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثاني بيبطل الأعمال الصالحة ولو كانت كثيرة. ربنا قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله، يعني بيفسد العمل ويذهب أجره. وأن الله يخلد صاحبه في النار، ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه، يعني سكن الدائم النار، وما للظالمين من أنصار. المشرك ما عنده شفاعة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما بيشفع فوقه. الدليل شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة. ربنا أدى ميزة للأنبياء إنهم عندهم دعاء مستجاب. قال فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخواننا الشفاعة دي نلقاها كيف؟ نلقاها كيف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الرسول بلغ ولا ما بلغ؟ بلغ. عشان أخواننا زول ما يتورط الدائرة الشفاعة، لأنه في زول تلقاه يقول لك والله أنا مما أعلق الصور دي في الدكان الزبائن بيجوا ويقول لك أبو فاطمة قدام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك دائرة الشفاعة قدام تلقى الله نجيط، تلقى الله مخلص، تخلي قلبك معلق بالله، لا فيه حجاب، لا فيه محايات، لا فيه بخرات. الرسول وراك دار تتحصن الصلوات الخمسة تحصين. النبي عليه الصلاة والسلام قال سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، البطلة يعني السحرة، قال لك الصورة دي ما بيقدروا عليها السحرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان ثلاثة أيام، ثلاثة يوم الشيطان ما بخش البيت. النبي عليه الصلاة والسلام قال من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله
لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت وهديت ووقيت. قال فيقول الشيطان لمن يجد من الشياطين، ده وحي الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يورينا، احنا ما سمعنا الشياطين لكن الرسول بوريك عليه الصلاة والسلام. قال فيقول الشيطان لمن يجد من الشياطين كيف بكم برجل قد كفي ووقي وهدي. الشيطان بيبعد منك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي بيقرأ آية الكرسي في ليلة لا يقربه شيطان حتى يصبح. من قرأ الآيتين الأخيرتين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي إلى آخر السورة من سورة البقرة لم يقربه شيطان حتى يصبح. الأذكار التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام فيها تحصين تمام، تحصين تمام، ما عندك مشكلة. عندك زول مريض، زول سحره ربطه عملوا له عمل، تمسك المصحف وتقرأ، تفتح الفاتحة، تفتح سورة البقرة، تقرأ سورة الفلق، تقرأ سورة الناس، ربنا سبحانه وتعالى بيشفيه لك. ما محتاج تمشي لزول، ربنا قريب. عشان كده الأعرابي قال للرسول صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه. الزول القريب بتتكلم معه بالراحة ده اسمه مناجة، والبعيد بيتكورك له ده اسمه شنو؟ منادة. قال له ربنا قريب نناديه ولا بعيد نناديه. فنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. ربنا سبحانه وتعالى أدى إبليس دعوته، إبليس ربنا سبحانه وتعالى أدى الدعوة بتاعته. ربنا عز وجل حكى عدم سجود إبليس لآدم، أبى يسجد وربنا طرده من اللعنة من الرحمة ولعنه. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. الله اداه ولا ما اداه؟ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ولذلك الزول يا أخواننا ما يقول أنا أعمالي شينا، وفي ناس قريبين من الله أنا دارين أنهم موصلون لله. ربنا قال لك ده الشريك ذاته. أديك قصة، عكرمة ابن أبي جهل كما ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية سبب إسلامه شنو؟ عكرمة ده صحابي أبو جهل فرعون الأمة. سبب إسلامه كما قال العلامة ابن كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبه في فتح مكة مع نفر من المشركين وقال إن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم. قال النفر كده من المشركين دين لو لقيتم معلقين بأستار الكعبة اقتلوهم. فلما سمع بذلك ركب البحر، وكان المشركون إذا ركبوا في البحر ولعب بهم الموج وخافوا من الغرق دعوا الله مخلصين له الدين، بيقولوا يا الله. ربنا قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبوا درك بالبحر وربنا أراد به الخير الموج لعب بالسفينة بتاعته، المشركين بيقولوا يا الله، وده بقى ينادي في اللات والعزة والجماعة بتاعنه. فقال له رجل من المشركين، قال له ها هنا لا ينجي إلا الله. قال له في الشدة دي انت زول شكلك جديد، قال له معانا انت ما عارف الشغل بتاعنا، قال له ولا هنا، قال له ما بيمرق إلا الله. قال له ولا تدبر هناك، المرأة تكون ما شاء الله تمام والثلاجة ملانة والأولاد كويسين، ده تمشي تنادي اللاد بتاعك، لكن قال له ها هنا لا ينجي إلا الله. فكر، قال له أنجاني في الشدة ولا ينجيني في الرخاء، لئن أنجاني الله لأسلمن مع محمد صلى الله عليه وسلم. مرق بقى مسلم. ولذلك يا أخواننا يفزع الإنسان إلى الله ويرفع حاجاته إلى الله ويبعد من هذا الطريق، طريق الشرك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، يعني شيل الله قالوا أعمل به، الله ما قالوا ما تعمل به، احفظ الله تجده تجاهك
وفي رواية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. شماف ذول يخوفك. كثير من الناس، ناس ما شاء الله ممتازين، يخوفهم ذول عشان عمل فوق راية وفتح له تقابة ولا غيره، يخوف الناس وشيل منهم الشوالات. ناس مساكين خوف، يقول لك أنا بعمل لك وأسوي لك، ما بتسوي حاجة أنت. الأمر كله عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك نبي الله هود عليه السلام لما دعا الناس للتوحيد، الجماعة قالوا له يا هود أنت بتتكلم طوالي كده، معناها الأولياء بتاعنا ديل اتصرفوا فيك، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. تعرف إنه والله الأمة زي ما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم لو دارين يعملوا فيك يغيروا فيك شعرة، ربنا ما كتب عليك ما يقدروا يعملوا. مش لو كتبوا فكي، لو جاب الفكي ذاته ربطوا فيك ما بسوي لك حاجة. أمورك كلها عند الله، الكون كله بصرفه الله. ربنا أداك، ربنا رزقك، أداك الصحة، أداك العافية، بيغذوك بالنعم، تاكل تشرب. ما في يوم زول جابوا له فاتورة، صار يوم ربنا جاب لي زول فاتورة بتاعت أكل، بتاعت بطنك دي شغالة تمام، بتاعت النفس شغال كويس، الطرمبة جوا القلب ده بيضخ الدم ده ساكت. حصل يوم جابوا لك فاتورة، حصل يوم جابوا لك فاتورة بتاعت سمع بتاعت عافية، ما في، لأنه ربنا بيديك مجان، لأنه ربنا هو رب العباد، لأنه ربنا هو الغني الحميد. قال تعالى وإن من شيء، يعني ما في حاجة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وكأي من دابة في الأرض لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. لا تحمل رزقها، أنت بتزرع جزء بتبيعه في السوق وجزء بتخزنه، عندك جزلان بتخد فوق القروش، عندك بنك بتخد فوق القروش، عندك محل في البيت بتخد فوق القروش، لكن ما حصل شفت لك طيرة ولا نملة ولا جدادة ولا غيره، عندها جزلان حصل لقاك بتاكل ولا ما بتاكل، تاكل بتشبع، بتجيب أولاد، بتجيبها من وين؟ البديها منو؟ ربنا قال لا تحملوا رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. عشان كده ربنا قال وفي السماء، ما في الواطة هنا ما عند مخلوق ما بتعمل لي حاجة، ليه؟ لأنه رزقي ما عندك، ولا في الواطة، رزقي عند الله القوي. ربنا سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. عشان كده العلماء جابوا قصة، قالوا في أعرابي أول مرة يسلم لما سمع الآية دي قال من ذا الذي أغضب الله سبحانه وتعالى؟ قال ربنا بيحتاج قسم؟ الله بيحتاج قسم؟ ده كله يا أخواننا عشان نتوجه إلى الله. الإنسان يفوز وينجو وينجح ويكون من الناجين يوم القيامة إذا كان على هذا الصراط القويم المستقيم، أن يكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يفعل عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. نشكر لكم حسن الاستماع، ونشكر لأهلنا هذه الاستضافة الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والسداد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. طيب دي أسئلة جات. سؤال أول قال نعم نحن نعبد الله ونذكره، ولكن الشيوخ هم أولياء الله صالحين،
ومزودين بالتقوى والعبادة؟ ده السؤال الأول. طيب إخواننا كلامنا ده مش معناه ما في أولياء. ربنا في سورة يونس قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء فيه، صالحين فيه، كويس. لكن ده أخواننا ما معناها إنه أنا محتاج الأولياء ديل يقربوني لله. ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم: سيد الصالحين، ولا ما سيدهم يا أخواننا؟ ربنا قال: فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الصالح، ربنا قال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. الزول الصالح ده أول حاجة ما بتقدر تجزم إنه صالح، زي ما قالوا العلماء. الإمام القرطبي رحمه الله فسر القرآن، عنده كتاب اسمه الجامع في أحكام القرآن، في تفسير سورة البقرة قال: نحن بعض الصحابة ما بنقدر نقول فلان ولي ولا ما ولي. ها ليه؟ قال: لأنه لو قلت فلان ولي لابد تكون أنت عارف إنه حيموت على حسن الخاتمة، وما دام أنت ما عارف ما تقول إنه ولي. بل إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبو السائب قالت أم السائب: شهادتي عليك أبا السائب، وصارت تمدحه إنه مات مع النبي صلى الله عليه وسلم وربنا يتقبله ويدخله الجنة وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أعلم وأنا رسول الله ما يفعل الله بي ولا بكم. فقالت: والله لا أزكي أحدا بعدك أبدا. عشان كده أخواننا زول ما يزكي زول، دي مسألة. المسألة الثانية: إذا كان الإنسان صالح وكان إنسان تقي لله سبحانه وتعالى، أنت المطلوب منك مش أنت تدخل بينك وبين الله، المطلوب منك تبقى صالح، لأنه ربنا قال الجنة دي ما بخشوها إلا الأولياء. ربنا قال: وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان شنو؟ تقيا. فأنت إذا ما بقيت ولي ما بتخش الجنة. لكن ما بقيت ولي مش معناه إلا بتلبس شيء معين ويكون عندك ناس وكذا، لا. ولي ده العلماء قالوا معناه زول عقيدته تمام، الفرائض ما بضيعة، محافظ على الصلوات، وإذا وقع في معصية ولا ذنب بيستغفر، يقول استغفر الله استغفر الله ويتوب إلى الله، ده يكون إن شاء الله ولي لله سبحانه وتعالى. طيب قال: حكم الحلف بغير الله. الحلف بغير الله نبهنا عليه إن يا أخواننا ما بجوز، وده ما كلام، لا كلام زعيم سياسي ولا كلام جماعة، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب يحلف ويقول والخطاب، حديث في البخاري ومسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف شنو؟ بالله أو ليصمت. ده شرك بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن مسعود: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فما بيجوز الحلف بغير الله. ليه قالوا العلماء؟ لأنه قالوا ده تعظيم للمحلوف به، ونحن المسلمين ما بنعظم إلا منه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب قال: نريد رسالة إلى محب الأغاني والمدايح الشركية بحجة أنه دين. المسألة الأولى الغنى يا أخوان، الأغاني دي، الأغاني دي أخواننا في المذاهب الأربعة محرمة، كما نقل ذلك العلامة ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، ونقل كلام الأئمة في ذلك، بل والآيات والأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال الصحابة: والله الذي لا إله إلا هو، إنه الغناء إنه الغناء إنه الغناء. فده محرم بإجماع الصحابة وإجماع الأئمة الأربعة، وما مسألة فيها خلاف، فما بجوز يا أخواننا استماع الأغاني، وحرام، ما بيجوز. طيب المسألة الثانية: المدايح الشركية بحجة أنه دين، ده برضه يا أخواننا ما بجوز. يقول لك الولي بيعلم الغيب في المدايح دي ذاتها، يقول لك: يا ليلى ليلك جكن، ولدك في جوف تمكن، لرب الخيل جكن، دربهم زلقيبهم طين، يوم الحلوق الكظم أبو قرون بيجيش وتنظم. أنت لما تسمع كده تقول ماشيين يحرروا هجليج ولا حاجة، لا، وإنما
ده بيقول لك يوم القيامة إنه كلهم حيجيفوا كده الطريقة كلهم سوا وبيخشوا الجنة. وربنا قال وكلهم آتي يوم القيامة شنو؟ فردة بتجي براك. والأنبياء يومئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم. عرفتها؟ طيب هل المديح في الدين فيه ولا ما في؟ يقول لك طيب ها أشوف الليلة طلعوا لنا ذاته ما في أي حاجة اسمها مديح. لا المديح فيه. أنا أديك كمان نماذج في صحيح مسلم. الصحابة كان بيمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم ما في حاجة. حسان بن ثابت لما أبو الحارث ابن سفيان أو ابن أبي سفيان ودود عمة الرسول صلى الله عليه وسلم قام هجر النبي صلى الله عليه وسلم هجاو يعني طلع شعر يسب به والرسول صلى الله عليه وسلم. فحتى العلماء ذاته القصيدة من شدة ما كعبة العلماء ذاته حذفوها ما جابوها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يهاجهم عنا اللي بيهجوم منه. فجاء كعب بن مالك رضي الله عنه وكان هو في باب تاني قوي لكن في الهجاء ما كان قوي. قالت عائشة فلم يرضي. ثم جاء عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة صحابي مشهور وهو القائل أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن إن أقبل القوم وشد الرنة ما لأراك تكرهين الجنة. الأبيات دي قال عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة كان في الترغيب في الآخرة وفي الجهاد كان قوي لكن في الهجاء ما كان زي حسان بن ثابت. فقام طلع شعر لكن ما قالت عائشة فلم يرضي. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال جيبوا حسان بن ثابت. قال حسان قد آن لهم أن يرسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذيله. يقصد نفسه. شوف الكلام ده كيف عجيب. قال فجاء حسان ولسانه يدلع. شوف الكلام ده كيف. حسان ما داري دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك لسانه بيدلع. بيدلع معناه شنو؟ معناه بخش ويمرق يعني زي اللي بيطرنوا اليوم يعني. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان على رسلك فإن لي معه نسبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له زول هو يصبر شوية ما تقوم شنو تهاجوني معه لأنه زول ده قريبي. اذهب إلى أبي بكر فإنه أعلم قريش بأنسابها ليلخص لك نسبه. قال له زول ده قريبي أبو بكر ده بيخليك تخش له بباب تاني. أبو بكر جاء ببني عبد الدار ما هو مشترك معه في بني هاشم وفي ناس بني عبد الدار. قال له خش له ببني عبد الدار بغادي. فقال له هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاو. إلى أن قال فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لضراب قوم يعز الله فيه من يشاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق شيمته الوفاء وقال الله قد أرسلت جندا هم الأنصار شيمتها الوفاء إلى آخر الأبيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتكيف جدا من هذه القصيدة. ده ما فيه حاجة. وين الكلام ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حسان في النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن حسان. وين من الآن القصائد المنتشرة دي؟ ها؟ قصائد يقول لك قوماك نزاور. هل دي زي قصيدة حسان بن ثابت؟ الأولي الأقطاب ليهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ده زول مدفون في الزريبة الناس بيعرفوا جد. وهذا الكتاب بتاعه موجود. واحد تاني ده هو ذاته عنده الكتاب برضه موجود. قال ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا. قال فما زال مسبولا على الناس ستركم. أي خليه لو عنده سؤال بس يجي خاشي ما في مشكلة. أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي وألهث عطشانا وقد فاض بحركم فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله فالأمر أمركم. أسمع الكلام قال شنو؟ قال إذا شئتم شاء الإله وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. ولو داير ممكن تمشي تخش النت الواسع ده تلقاه في موقعهم ذاته موقع إذاعة الكوثر أو قناة ساهور بالصوت يسمعوك ليه. قال إذا شئتم شاء الإله وأنكم يعني الأولياء
تشاءون ما قد شاء لله دركم. يا اخواننا ده زي مديح حسان بن ثابت؟ ده ما زيه يا اخي. العاطفه خليها بعيد، اوزن الكلام ده بكلام الله. ربنا قال وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. ده كلام واضح. اي زول لو بقى ابويا انا ذاتي مخالف للدين انا كلامه بضرب به عرض الحائط. قال الامام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب القبر، واشار الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. في زول يا اخواننا ارجل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ في زول كلامه عندنا مقدم فوق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يبقى المحك لما يجيبوا لك كلام الزول ده وكلام الله التاوزن براك. يمكن انا الايه دي حافظها غلط، يمكن اكون انا دي ذاتها ما ايه، يمكن اكون انا كذاب. انت مش افتح المصحف سوره التكوير اخر الايات وسوره الانسان اخر الايات، افتح المصحف شوف هل الكلام ده صح ولا غلط. ها فده يا اخواننا باطل يا اخ، ده ما داير له نقاش. وربنا سبحانه وتعالى قال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. دي ثاني ايه في سوره الاعراف. الزول ما يتعصب، ده كلام الله. والله كلام الله لو قال لي انا ده اسكت بسكت، لو قال لي اقيف بقيف. عبد الله بن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبه وجاي خاش المسجد قال اجلس لرجل داخل المسجد، فجلس عبد الله بن مسعود برا الجامع لغايه ما الخطبه انتهت. النبي صلى الله عليه وسلم ساله قال له قعدت ليه؟ قال سمعتك تقول اجلس فجلست. تسليم تعظيم لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تعظيم لكلام الله. ربنا سبحانه وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الإمام مالك واحد سأله قال له يا أخي أنا من أهل المدينة أحرم من وين؟ قال له أحرم من الميقات الفلاني. قال له لا أنا بحرم قبليه من المسجد. قال له أخشى، قال له لا تفعل. قال له ليه؟ قال إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في أميال أزيدها. أنا لما أزيد الأميال زيادة دي بتكتب لي حسنات لأنه أنا ماشي تعبت أكثر. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى نفسك على خير لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده أخواننا شوف أي حاجة الرسول قالها بس تقف، الله قال أقف فيها. طيب فهذه المدايح أخواننا حرام ما بتجوز. إذا بقت مدايح صحيحة إذا انضمت لها الموسيقى، الموسيقى حرام. وده ذاته استهتار بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح بهذه الطريقة. طيب فهنا قال شنو؟ قال سلام عليك يا احمد يا حبيبي، ده صح، ده اللي هنا صح. قال سلام عليك يا كاشف الكروب. ربنا سبحانه وتعالى قال وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. كلام ده غلط، هنا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا، دي ولا دار نقاش، بل انه اذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حبيبك انت ما مسلم اصلا، دي ما دار نقاش اصلا، ما دار نقاش. لكن كونه تقول النبي صلى الله عليه وسلم بيكشف الكروب والنبي صلى الله عليه وسلم بيغفر الذنوب، ربنا قال في سورة آل عمران ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا يغفر الذنوب إلا منه إلا الله. فالحق حق والباطل شنو؟ باطل. طيب في أسئلة كده. حجاب المرأة قال تعالى أو حكم حجاب المرأة. طيب حجاب المرأة يا أخواننا واجب، والحجاب الشرعي هو أن تغطي المرأة جميع جسدها قبل ما أجي للوجه والكفين. لأنه زول يقول لك أها شفت بدو دارين يجيبوا لنا شنو؟ أنت كده أسمع الآيات أول حاجة أسمع كده. أول حاجة يا أخواننا الحجاب اللي اتفقوا عليه والعلماء تمام. أسي في كثير من النساء مما تبدأ الموضوع ده يقول لك أها بدينا خلاص، ما العلماء اختلفوا فيها، وتلقاها لابسه خطوه لهنا، دي اختلفوا فيها العلماء. ها؟ او تلقى الشعر برا، ده اختلفوا فيه العلماء، ده ما اختلفوا فيه العلماء. عشان كده ربنا عز وجل في سوره الاحزاب قال يا ايها النبي قل لازواجك، دي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه برضو عندنا ناس في التلفزيون يقول لك لا الحجاب خاص بزوجات الرسول.
طيب نشوف الآية. ربنا قال يا أيها النبي قل لأزواجك، معلش طولنا على الناس، نختم إن شاء الله. ربنا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، ديل برضو بنات النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قال ونساء المؤمنين، نساء المؤمنين ديل منه؟ ديل والدتي أنا والدتك أنت، زوجتي وزوجتك، أختي وأختك، وبنتي وبنتك. ونساء شنو؟ المؤمنين. ربنا قال يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله نساء الأنصار الأول، لما نزلت هذه الآية شققنا مروطهن القماش فاعتجرن بها فخرجن إلى صلاة الصبح كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرفن من الغلس. فالعلماء قالوا في شروط للحجاب، الحجاب ده عنده شروط، من شروط هذا الحجاب إنه يكون يا أخواننا ساتر لجميع الجسم، ده واحد. نمرة اثنين يكون واسع فضفاض، ها فضفاض الحمد لله، يعني الغرة الحمد لله فيها يعني النساء متدينات والحمد لله، والعادات فيها في هذا الجانب عادات سمحة جدا، ها ده. أما برا هناك تلقاه في الخرطوم وفي غير الخرطوم بتلقى الناس، ها بتلقى النساء إلا من رحم الله فيهن تبرج كويس. فأول ثاني حاجة من شروط الحجاب إنه يكون واسع فضفاض ما ضيق، عرفتها. ثالث حاجة من الشروط أن يكون هذا الحجاب ثخينا ثقيل، يعني ما شفاف، لأنه في لبس معين بيكون شفاف وما يكون بيوصف الجسم، وما يكون لباس بتاع شهرة اللي هو الموضات، وما يكون يشابه لباس الرجال ولا يشابه لباس الكافرات. فدي من شروط الحجاب. أما الوجه والكفين فالعلماء الخلاف فيه إنه هل هو مستحب ولا واجب. مستحب يعني الله بيديها أجر، واجب معناه إذا ما عملت ربنا بحاسبة. العلماء قالوا مستحب ذاتهم، قالوا في زمن الفتن والمشاكل والبلاوي والتبرج قالوا بيبقى الحجاب ذاته واجب، عرفتها. عشان كده يعني في قصة الإفك ناس سنة ثالثة بيقروها ناس سنة ثالثة، إنه في حادثة الإفك لما جاء صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها ووجدها نائمة واسترجع، قالت وكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب. معناه الحجاب لما نزل عمل شنو؟ غطت وشها وكفيها. وده يا أخواننا أبعد للشبهة، وده كان يعرف به المرة الحرة. العرب زمان كان بيعرفوا به المرة الحرة زمان، والراجل ذاته يا أخواننا يكون عنده غيرة على العرق فيأمر ويعود البنت من هي صغيرة على هذا، على هذه الفضيلة وعلى الحشمة وعلى الحياء، وإنه المرأة تكون بعيدة من الرجال. وفي عندنا أخواننا عادات سيئة، واحد يكون خاطب يجي خاشي تلقاه جوا المطبخ، يا زول شنو ده؟ يقول لك ما أنا خطيب. أنت عارف الخطوبة دي عبارة عن وعد بالزواج في الشريعة، يعني أنت حجزتها تاني ما في زول يجي يخطب إلا أنت تتنازل أو هي ترفضك، معلش. لكن ما بيجوز لك إنك تجي خاشي كده شايل كيس الموز وخاشي جوا والليلة ملاح خضرة، يا زول أنت أجنبي. يقول لك لا والله أنا سوداني أنا ما هندي. لا أجنبي معناه لسه ما تزوجت، لما تعقد بعد ده خش وكل الخضرة وكل معاه الحلة ما في زول سالك، لكن هسي ما توعك أمرك برا اقعد هناك مع الرجال، عرفتها. دي مسألة. كذلك دخول أبناء العم وأبناء الخالة، ديل كلهم أي زول بيجوز له والزواج من هذه المرأة، المرأة دي بالنسبة له أجنبية، يعني ما بيجوز له والخلوة بها إلا مع وجود المحرم، عرفتها. ودي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. دي أخواننا ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام فيه يطول. ممكن نفتح أسئلة مباشرة لو في زول عنده سؤال مباشر. لا لو في سؤال مباشر ما مشكلة أخواننا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. أول حاجة شي دار منك عرفني علم الغيب، دي السؤال الأول. الثاني ما حكم التوسل؟ والثالث عرف لي النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو النبي؟
النبي ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي. طيب السؤال الأول علم الغيب. الغيب في اللغة يا أخواننا هو ضد الشهادة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فالغيب الشيء الغاب عنك، عشان كده ربنا مدح المؤمنين في بدايات المصحف، ربنا قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون شنو؟ بالغيب. الغيب معناه شنو؟ معناه شيء أنا ما شفته. زي شنو؟ زي شنو يا أخواننا؟ القبر. نحن ما شفناه لكن بنؤمن إنه في نعيم للزول الكويس وفي عذاب للزول شنو؟ الزول الفاجر. الجنة، الملائكة جزاك الله خير، الصراط، الجن، دي كلها أخواننا من شنو؟ من الغيب. المسألة الثانية، السؤال الثاني، التوسل. التوسل يا أخواننا في اللغة العلماء قالوا هو التقرب، هو التقرب. والتوسل عند العلماء في آيتين من القرآن، معلش هو كلام طويل لكن باختصره. الآية الأولى في سورة المائدة والآية الثانية في سورة الإسراء. ربنا قال في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والآية الثانية ربنا قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة قال قتادة كما قال ابن كثير أي القربة. فالتوسل هو التقرب إلى الله بطاعته، قال ابن كثير وهذا عليه إجماع العلماء، الإجماع على هذا التفسير. طيب التوسل يكون بشنو؟ العلماء قالوا التوسل فيه جائز وفيه واحد حرام وفيه واحد شركي. الجائز توسل إلى الله بثلاثة أمور. الأمر الأول تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الدليل شنو؟ ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تقول يا رحيم أرحمني، يا غفور أغفر لي، يا كريم أديني، ده توسل إلى الله بشنو؟ بالأسماء الحسنى والصفات العلى. وده في السنة كثير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا إله إلا أنت. ودعوة زنون عليه السلام، يونس عليه السلام ربنا ذكره في غير ما سورة من القرآن، إذ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النوع الثاني من أنواع التوسل، التوسل إلى الله بالعمل الصالح. العمل الصالح زي شنو؟ تقول يا الله أنا بيتك ما شفته داير حج، يا الله بمحبتي للرسول صلى الله عليه وسلم حججني. دي ما فيها حاجة، محبة الرسول عمل صالح ولا ما عمل صالح؟ عمل صالح. الصلاة في الجماعة عمل صالح ولا ما صالح؟ صالح. بر الوالدين عمل صالح ولا ما صالح؟ عمل صالح. الأعمال الصالحة دي الدليل بتاعها شنو؟ ربنا قال في سورة آل عمران ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. الإيمان آمنا بما أنزلت واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ده النوع الثاني التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. وفي أحاديث كثيرة جدا منها حديث ابن عمر ثلاثة نفر ماشيين بعدين الليل جاء وعشان ما البهائم تهجم عليهم أو المفترسات وكذا قاموا دخلوا في غار. القصة بيحكيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا بس دار أختصر لك الكلام. فاتدردقت صخرة كبيرة من الجبل وسدت الباب بتاع الغار. قالوا يا ناس هم ثلاثة نفر قالوا لا يخرجكم مما أنتم فيه إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. واحد قال يا الله أنا كان عندي أبوين شيخين كبيرين وكان عندي بهائم بس عبين، لما أجي من السعي بحلب البهائم ما بشرب أولادي ولا مرتي ولا زول إلا أبوي أمي أول. قال يوم الرعي شالني بعيد جيت راجع لقيت أبوي أمي ناموا. قال فحلبت لهما كما كنت أحلب فأخذت لهما غبوقهما القدح فوق اللبن. قال
والصبغة والصبية يتضاغون عند قدمه. الصبية معناه أولاده، يتضاغون يعني بتلولوا من الجوع. وده يا أخواننا ده حار على الأبو، حار شديد. الشافع بتاعك يدردق لك في كراعك، داير الأكل ولا الشراب، لو ما عندك ما خلاص أنت بتقول كدرنا سكته، لكن في إيدك. شوف البير ده كيف. بعد ذاك قال: فكرهت أن أسقي قبلهما أحدا. قال: فلم يستيقظا حتى الفجر. شايل اللبن كده وجاي شو زول ده تعبان من الصباح بيرعى في البهايم، وجا راجع وحلب وشايل اللبن كده، والأولاد تحت لغاية ما أبو أمه الفجر طلع وصحوا وقام شنو؟ أداهم اللبن. دعم صالح ولا ما صالح؟ أسئلة ده لو أي واحد فينا يقول لها حاجة ويقوم قوم اشرب لبنك ده، صح؟ ده قام انتظرهم للفجر. بعد ما انتظرهم للفجر وصحوا كويس أداهم اللبن، قال: يا الله لو العمل ده بر الوالدين ديل، لو العمل ده ليك يا الله، يا الله تفرج عننا الصخرة دي. قال: فانفرجت شيئا قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. زحت شوية لكن ما بيقدر يمرقوا. الثاني قال: يا الله كان عندي بنت عم بحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وراودتها يوم عن نفسها دار زني بيع، فتمنعت علي حتى جاءتها سنة في مجاعة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي القصص دي ساكت لا عشان انت تستفيد منها. قال: يوم لما المجاعة عصرتها قالت له: يا أخي عليك الله اديني قروش. قال لها: ما بديك قروش إلا أزني بيك. فحملتها الحاجة على ذلك، قالت له: خلاص جيب القروش. قال: فلما جلست منها مجلس الرجل من زوجته قالت: يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وتركت لها المال. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا. فانفرجت شيئا قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ده زور راجل. دي أخواننا بقت أخلاقيات في كثير من المجتمعات، بقت الناس يفقدوها كثير من الشباب إلا من رحم الله. هل أنت بتبقى زي الود ده لما يكون عندك موبايل جالكسي والشبكة بتاعتك قوية؟ هل بتخش وتفتش الأفلام الشينة والصور الشينة وتفتش في الواتساب أرقام البنات بتتغي الله؟ ده ما محق، عشان بعدين لو تورطت في ورطة يقول لك: أسي ما في جبل. ما في جبل لكن في عربية بتطوح، في ركشة بتنقلب، في امتحان بيزنقوك فوقه كويس. ده سأل الله ربنا فرج عنه. الثالث قال: يا الله أنا كان أجرت لي 3 نفر يعملوا لي عمل، 2 أديتهم، واحد قام خلع الأجر بتاعه ده القوال اللي قاولته به وده وفات. قال: فنميت له ماله، المال بتاعه ده قال نميته له لغاية ما بقى وادي من النعم من المال، إبل أو غيره. بعد فترة قام قال له: يا فلان أعطيني حقي. قال: أترى ذاك الوادي؟ قال له: شايف الوادي الملان ده؟ قال له: أي. قال له: ده كله حقك. قال له: أتهزأ بي؟ تزول تستهتر بي ولا شنو؟ تستهتر بي أنت؟ قال: والله لا أهزأ بك. قال: فأخذها ولم يترك منها شيئا. ده كمان ولا قال له: يا أخي أنت والله ما قصرت، هاك 3 غنمايات ديل حقات الراعي. شالوا شت ما خلى له أي حاجة. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشوا. ده التوسل، ده دليل التوسل. ده النوع الأول الجائز. من النوع الثالث إن أخواننا الزول المواظب على الفرائض، زول ما بيدعي المغيب، لا بيكتب لا بيقول لك أنا بجيب لك رايح على غيره. زول تمام، حاج فلان بيصلي معي في الجامع، أقول له: حاج فلان الأيامات دي والله الكرعين ده شوية الرطوبة جات، المرأة الولادة قربت الكده، أدعو لي الله معك. ده في حاجة يا أخوانا. لكن تمشي للزول تقول له: يا فلان فرج لي ونجحني والمرأة تتحلى، ده شرك ولا ما شرك؟ ده توسل؟ ده ما توسل، لأنه العلماء قال لك التوسل هو التقرب، أنت بتتقرب لله بدعاء فلان. الدليل شنو؟ أدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وكل الله بها ملكا يقول آمين ولك بمثل. يعني أنا لما أدعو لحاج فلان
أقول يا الله حاج فلان ده جمعنا نحن الليلة بس في الجلسة دي، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يزوروا البيت، نسأل الله يديه حجة. الملك بيقول لي آمين وإنت ذاتك الله يديك. فده اسمه التوسل، ده النوع الأول الصحيح. النوع الثاني البدعي تقول بيجاه فلان، يا الله بيجاه فلان الدين. العلماء قالوا ده حرام، ده حرام. ليه؟ لأنه قالوا ربنا سبحانه وتعالى ما في أحد يمن عليه بشيء، ربنا ما في أحد يمن عليه بشيء. النوع الثالث وهو الشركي، وهو أن تقول يا فلان أو يا الله بفلان قربنا لك. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا بيعملوا كده، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيعمل كده. النبي صلى الله عليه وسلم جاء الأعرابي قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع الناس وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم الراوي قال وما في السماء قزعة، قزعة يعني قطعة السحاب ما في. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاجتمع السحاب، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا قال والماء يقطر من على لحيته، قال فنزل المطر سبتا، سبتا يعني أسبوع كامل. تاني جاء أعرابي تاني وقال يا رسول الله الموية كسرت وكذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ويتفرج شنو السحاب. فده يا أخواننا هذا هو التوسل. السؤال الأخير شنو نسيته بس ها؟ النبي من النبوءة وهي الإخبار، ده في اللغة. والنبي قال العلماء هو من أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا تعريف. تعريف آخر قالوا هو الذي جاء مؤيدا لرسالة نبي. هارون عليه السلام نبي، وموسى عليه السلام شنو رسول. فالرسول الذي أنزل إليه كتاب وأمر بتبليغه، والنبي من يأتي معاضدا لمن؟ لهذا الرسول. أنا شايف طولنا على الناس آخر سؤال. طيب آخر سؤال معلش ما نطول على الناس. آخر سؤال سؤال أخير. أيوة تفضل يا عم. النبي عليه الصلاة والسلام متوفي والأنبياء كلهم متوفين. طيب الرسول لما عرج إلى السماء قابل النبوة في السبعة سومات، كانوا ميتين كلهم، قابلوا كيف؟ بس طيب يلا سؤال عمنا ذا يا أخواننا جزاه الله خير، سؤال مهم جدا، سؤال سمح. وعمنا هو قاصد الاستفادة، لكن في ناس تانيين قاصدين ممكن يجيبوا لك نفس السؤال ده، ونحن ناس لاقيناهم عشان يقول لك معناه برضو شيخنا ده برضو بينفع بعد ما يموت. عمنا سؤاله سمح، وزيادة كمان في السؤال إنه موسى عليه السلام سأل ور الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا فرض عليه 50 صلاة قال له إن أمتك شنو لا تطيق ذلك، لا تطيق ذلك. فموسى عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر استفاد منه النبي صلى الله عليه وسلم، وموسى عليه السلام توفي عليه الصلاة والسلام وكذلك جميع الأنبياء. العلماء قالوا بس نجاوب ونرجع عليك، بنديك فرصة. يا جماعة يا سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الأعلى أتوسل بالعباس رضي الله عنه، قال كنا نتوسل إليك بسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوسل إليك بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل ده فيه ولا ما فيه؟ كويس الحاصل فيه، بس خلينا نتم الجواب جزاك الله خير. طيب فبنقول يا أخواننا إنه أولا هذه من المعجزات، معجزات الأنبياء التي لا يقاس عليها. الإسراء والمعراج ده معجزة ولا شيء عادي يا أخوان؟ ده معجزة. ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. العلماء قالوا المعجزات الأنبياء لا يقاس عليها. موسى عليه السلام ربنا شق له البحر، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عرج به للسماء، بل النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مستوى يسمع صريف الأقلام، النبي صلى الله عليه وسلم فوصل مستوى عظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فمعجزات الأنبياء لا يقاس عليها، لا يقاس عليها إنه الأنبياء قالوا كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قابل الأنبياء، لأنه دي حياة برزخية لا يسأل عنها بكيف. الزول ما يسأل عن الحياة، عشان كده ربنا قلنا مدح المؤمنين قال الذين يؤمنون شنو بالغيب، نحن نؤمن بالغيب لكن كيف الله أعلم.
لأنه لو 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 قعدنا نسأل كيف، نقول كيف الرسول مشى من مكة لبيت المقدس فلسطين في ليلة واحدة؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم من السماء مشى للسماوات من الأرض مشى للسماوات السبعة في ليلة وجا راجع؟ النبي صلى الله عليه وسلم والليلة لو حسبتها بحسابات ناس الدنيا الليلة بيقول لك 100,000 ومليون ألف سنة شمسية وكلام زي ده. فنحن ما بنسأل كيف، ربنا قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فدي دي معجزات أنبياء لا يقاس عليها. حديث عمنا، سؤال عمنا، سؤال طيب جدا. حديث العباس، حديث أنس بن مالك، حديث في البخاري وحديث صحيح ما فيه كلام، أن عمر بن الخطاب قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. طيب هل الكلام ده معناته إن الصحابة كانوا بيمشوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيمطرهم الله؟ لا، الكلام زي الحديث اللي قلت لك قبل، حديث أنس بن مالك إنه الأعرابي قال للرسول صلى الله عليه وسلم هلكت المواشي وهلكت كذا وكذا فادعوا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله. فالتوسل كان بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده ابن حجر العالم الكبير الشرح فتح الباري قام جاب رواية تزيد هذا الأمر وضوحا، لما عمر الخطاب قال ونحن نتوسل إليك بعم نبينا العباس، دي رواية أورد ابن حجر نقلا عن الزبير بن بكار، قال فقام العباس، العباس قام فقال اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب ولا وما رفع إلا بتوبة، اللهم فهذه نواصينا إليك بالتوبة فاسقنا، فنزل الماء كأفواه القرب. يعني كان الموضوع في شنو؟ كان بيقدم زول، ودي صلاة الاستسقاء موجودة في كتب الفقه كلها، الناس يمرقوا، الإمام يغير رداءه يحوله ويعمل منبر ويخطب ويصلي بالناس ويخطب الناس ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، بعد ذلك يقوم يصلوا ركعتين ويدعو الله سبحانه وتعالى. فدي ما في حاجة، ليه؟ لأنه الإمام بيدعو الله، الإمام بيدعو الله، ليس فيها هنا توسل بالأموات، وإنما كانوا الصحابة يقولون يا رسول الله ادعوا الله أن يفعل كذا وكذا فيدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في الموضوع ده طويلة وكثيرة جدا. هذا هو الجواب. في سؤال؟ أيوة. أيوة، بس ما فهمت السؤال. نعم، ما فهمت السؤال. ايوه، قال سمع زول في الجامعه الكبيره الخرطوم بيقول الكلام ده، انه الاولياء لهم ما يشاؤون عند ربهم في الدنيا والاخره. الكلام ده غلط، والكلام ده انا ذاتي سمعته يا عمنا، سمعته في قناه النيل الازرق اولاد الشيخ الكباشي، جابوا الشيخ الطيب الجد او واحد منهم قال في برنامج اسمه حلل البريق، الان موجود في النت، الان موجود، يمكن يكون بعض الشباب لو عندهم مقطع نسمعك لهم. قال شنو؟ قال ربنا سبحانه وتعالى أدى أبونا الشيخ الكباشي كن فيكون على لسانه، قال، وقام استدل بالآية دي ذاتها، لهم ما يشاؤون عند ربهم. الآية دي في سورة الزمر، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين المعاو، ربنا قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. قال ابن كثير وابن جرير الطبري شيخ المفسرين والإمام القرطبي وغيره من العلماء، لهم ما يشاؤون عند ربهم أي من الجنة، في الجنة يعني، العلماء قالوا الكلام ده في الجنة، يعني اللي بيشتهي أي حاجة بيلقى. ربنا قال لهم أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معهم. فالمقصود بلهم ما يشاءون عند ربهم، المقصود لما يدخلوا الجنة، الدارين طير لحم طير، دارين أي أمر، ربنا سبحانه وتعالى بيديهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة إنه رجل يطلب من الله سبحانه وتعالى إنه يديه الزرع، فبيقول له يا ابن آدم ما يكفيك في الجنة وكذا، فبيطلب ويصير إنه داير يزرع،
فربنا سبحانه وتعالى بيأمر أن يلقي البذر فيقوم ويستحصد البذر في لحظته. فقال رجل: والله ما أراه إلا رجلا من الأنصار. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود لهم ما يشاءون، زي ما ربنا قال لهم ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها شنو ما يدعون نزلا من غفور رحيم. وكذلك في صورة في غير ما صورة من القرآن: لهم ما يشاءون عند ربهم، أي من ما يطلبون من النعيم ومن الخيرات في الجنة، لكن مش ما لهم ما يشاءون بيتصرفوا. ولو كان لهم ما يشاءون الآن ليه هو ميت؟ هو ذاته ميت ليه؟ ها؟ أو هو ليه الآن مثلا زل عنده ما يشاء؟ أنت عارف ما يشاء دي بالمناسبة كبيرة شديد. ما يشاء معناه بيتصرف في الكون، ودي برضو قالوها كتاب اسمه سراج السالكين برضو بتاع ود بدر. قال الشيخ أحمد الطيب: ربنا ملك الكون 33 سنة فما نقص منه جناح بعوضة. إذا كان لهم ما يشاءون، طيب أمريكا وداعش وإسرائيل وإيران والناس المجرمين، ناس الشيعة الحوثيين قبل فترة كانوا قاموا ضربوا صاروخ دارين ضربوا به مكة المكرمة، لكن ربنا أخزاهم والحمد لله يفجروا لهم صاروخ، فهمت؟ فلو هم عندهم ما يشاءون كان يقتلوا ديل. هو عبد ضعيف زيك محتاج لله، عشان كده ربنا قال في آية التوسل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. يعني ما بيرفع عن نفسه الضر ولا بيحول من زول إلى زول. قال: أولئك هم ذاتهم يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالإنسان يرجع في القرآن والسنة وكذا لتفاسير العلماء. أيوة صحيح، ربنا أصلح دنيتهم لكن ما بيصرفوا في الكون. ليه؟ لأنه ربنا قال: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر، يعني أي نفع ما بيملكوا ولا ضر، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم، يا أخواننا الأولياء ديل بيحصلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقربوا منه؟ لا. ربنا قال في سورة الجن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. جزاك الله. آخر سؤال، خلوه آخر سؤال عليك لو سمحت. آخر سؤال: ما حكم النميمة لو سمحت؟ النميمة. طيب، النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، ده تعريف النميمة، ده حرام يا أخوانا ما بيجوز. أما تحذير المسلمين من الشر ده ما فيه مشكلة، ده من النصيحة. الدليل شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري قال لعائشة رضي الله عنها: أتعلمين أن فلانا وفلانا لا يعلمان من ديننا شيئا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه زول فقال: ائذنوا له بئس أخو العشيرة. بئس ده مدح ولا زم؟ زمش. طيب، هل الرسول بيغتاب يا أخوانا؟ هل الرسول بينم؟ طيب ليه الرسول قال بئس أخو العشيرة؟ العلماء قالوا لأنه زول ده كان زول بيظهر الشر وبينشر الشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه نصيحة للناس. والآن ده كلام موجود في المجتمع. أنا الآن مثلا بشرب بنجو، جيت داير بيت زول بقول لها: فلان داير بيتك. الزول ده بيمشي يزعل عني، أنا زول بيعرفني يقول لي: اسمع الزول ده كيف؟ يقول لي: لا دي غيبة ونميمة أنا ما بعملها. ولا بقول له ده بيشرب بنجو، بيقول له ولا بقول له؟ هل ده يا أخواننا غيبة ونميمة؟ ده نصيحة، فده ما فيه حاجة. عشان كده الإمام النووي رحمه الله قال: باب ما يجوز من الغيبة، وجاء بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال: أتعلمين أن فلانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما قالت إن معاوية وأبا الجهم خطباني، قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. صعلوك بلغة العرب معناه فقير، يعني ما بلغتنا نحن. قال: وأما أبا الجهم فكان لا يضع العصا عن عاتقه. بعض العلماء قالوا معناه بسافر، وفي رواية يعني كثير السفر، وبعض العلماء قالوا كان ضرابا للنساء، ودي صفتين النساء ما بدوروها، الرجل لما يكون سفره كثير ما بحبنا.
والصفة الثانية أنه بيضرب النساء دي برضو ما بحبن، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس والله ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط، أو هو حديث عائشة. فشاهد من الكلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صحابيين بأمر يقلل من رغبة النساء فيهما، فهل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتابهم يا أخواننا؟ وإنما نقول هذا شنو؟ نصيحة. ده في الزواج، أنا اتزوجت وما نصحوني والزواج مثلا ما تم وطلع طلاق إلى آخر، دي بتتحلى في الدنيا، لكن زول مات، زول مات واعتقد له عقيدة سيئة ولاقى ربنا سبحانه وتعالى ما عنده مغفرة. أنا إذا سكت وما وريت الناس أكون غشيتهم. أنا إذا بخاف على الزول، الزنا كبيرة ومشكلة كبيرة جدا، وربنا قال ساء سبيله، لكن بعد ده ربنا بيغفره. الخمر كبير والنبي صلى الله عليه وسلم لعن فيه عشرة، الخمر وشاربه وعاصره وصانعه كلهم لعنوا، لكن برضو ربنا قد يغفره إلا الشرك. أنت لما تجي توري الناس كده يقول لك دي غيبة، دي نصيحة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ الدين النصيحة. بس نختم بسؤال الأخ جبال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا جزا أخواننا خير الجزاء، وإن شاء الله ربنا يجعل المسلمين من زاد الحسنات إن شاء الله. السؤال، نحن دارين في الأذان بتاع الصبح وأذان بتاع صلاة الجمعة. عندنا صلاة الصبح من الساعة 3، في تنبيه وفي أذان، حتى إحنا نمكن الأخوان الصغار اللي قدام. صلاة الجمعة عندنا فيها 3 أذانات، يعني أذانين معين منبه. لا يفرق بين المنبه والأذان، أو كم أذان في صلاة الجمعة وكم أذان في صلاة الصبح. عندنا مشكلة في تفسير في متاع الغرور، إنما الحياة إلا متاع الغرور. متاع الغرور دي تضحى هي شنو؟ متاع الغرور بالذات هي شنو؟ جزاك الله خير. طيب المنبه هو الأذان الأول يا أخوان، المنبه هو الأذان الأول. الما فيه الصلاة خير من النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في الصيام قال كلوا واشربوا فإن بلال يؤذن بليل حتى تسمعوا ابن أم مكتوم. فكان بلال رضي الله عنه مشهور في المدينة أنه بيأذن الأذان الأول اللي هو النباح، وكان ابن أم مكتوم كان يؤذن شنو؟ الأذان الثاني. وكذلك في شنو؟ وكذلك في الجمعة، الجمعة النباه أو الأذان الأول دي حاجة واحدة، يعني الأذان الأول. وده عثمان رضي الله عنه لما توسعت المدينة وكذا والناس بينشغلوا، عثمان رضي الله عنه يعني بقى يأذن، يعني أمر الناس يأذنوا أذان أول وبعد ذاك في الأذان البعدي، وطوال الخطيب شنو بيطلع المنبر ويحرم بعده شنو؟ يحرم بعده البيع والشراء، والعلماء قالوا ما يصح شنو البيع والشراء. متاع الغرور دي نخلي هنا محي الدين يختم بها إن شاء الله. لا السلام على رسول الله. ده آخر سؤال يا فندم، معليش. لا معليش. بالنسبة لمتاع الغرور وردت في آيات كثيرة جدا في القرآن، منها قول الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ده يا أخوانا اللي هو متاع الغرور هي الحياة الدنيا عبارة عن متاع، ويعني ما يغتر بها إلا المغترين أو المغترون، لكن الإنسان الفعلا ربنا جعل له بصيرة ما بيغتر بهذه الحياة الدنيا، لأنها في النهاية زائلة، ما بتدوم أصلا. الدنيا في النهاية مالها زائلة أصلا، عشان كده ربنا والآخرة النعيم فيها أفضل من نعيم الدنيا، عشان كده ربنا قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبغى. شوف الحاجتين ديل في الدنيا ما بتلقاهم، الخيرية المطلقة والبقاء المطلق، ده في الدنيا ما في. هل الدنيا فيها خير مرة واحدة كله خير كده؟ لا الدنيا فيها الخير وفيها الشر، مش كده؟ لكن الجنة ما فيها شر أصلا، كله خير. عشان كده قال والآخرة، والمقصود بالآخرة هنا الجنة،
خير من الدنيا يعني، والفئة كله خير. وأبقى، ليه قال أبقى؟ لأنه الدنيا في النهاية ماله بتزول، مهما طالت ومهما طال الزمان في النهاية الدنيا دي كلها بتزول، بل كل الكون يزول كما قال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبغى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عشان كده ربنا بيذكر لك الكلام ده في القرآن عشان ما تغتر انت بهذه الحياة الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع في النهاية. أنا زينة بينكم وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. دي الدنيا زي زراعة قامت وفي النهاية مالها بنشفت وخلاص الموضوع انتهى. ده الدنيا يا أخوانا، الدنيا دي شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. عارف ركعتي الفجر دي ما صلاة الصبح يا أخوانا، دي ركعتين بتاعت الرغيبة اللي بتصليهم انت في البيت قبل ما تمشي المسجد كرجل، والمرأة بتصليها قبل صلاة شنو؟ الصبح. دي اسمها ركعتي الفجر. شفت الركعتين ديل اسمهم الرغيبة، معروفة عند الناس مش كده، بتصليها قبل صلاة الصبح. الركعتين ديل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك خير من الدنيا وما فيها. مش الدنيا براها، الفيها ذاته. الدنيا فيها شنو؟ عمارات وعربات وشقق وأموال ونساء وبنين، مش كده؟ شايف ده كله أخير منه الركعتين بتاعين الفجر. عنات الدنيا دي ولا أي حاجة، مش كده؟ والعلماء قالوا ما سميت الدنيا بدنيا إلا لدناءتها. دنيا ما بتسوى شيء أصلا. لو كانت الدنيا تسوى عند الله شيء لما سقى منها كافر شربة ماء. الدنيا دي لو بتساوي حاجة عند الله الكفار دي ما كان شربوا كوباية موية واحدة. لكن هسي الليلة ربنا قال لا يغررك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. الآن الكفار عندهم أموال وعندهم ما عندهم من الدنيا حتى أكثر من المسلمين. فده فيه دليل إنه الدنيا دي ما بتسوى عند الله عز وجل شيء أصلا. ده تفسير الآية الجابة أخونا جزاه الله خير. كيف ما أقول لك شنو أكثر من كده؟ الله أعلم أكثر من كده، الله أعلم. أيوة نختم أخوانا لأنه قدامنا سفر وكده. فجزاكم الله خير وبارك الله فيكم على حسن الاستماع والاستضافة، بارك الله فيكم. الغنوت أي نختم يا أخوانا، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ما قصرتوا. الدعاء إلى الله الشيخ شهاب ومرافقيه، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.